تتواصل زيارات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء للمجالس الرمضانية في أسبوعها الثاني، والتي التقى خلالها بوجهاء الدولة والمواطنين وبحث معهم كل ما من شأنه مصلحة الوطن والمواطن. تأكيدا على عادات المجتمع البحريني الأصيلة، نوه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بالتواصل والتراحم الذي يميز المجتمع البحريني وتمسكه الواعي بقيمه الاجتماعية والدينية. تشرفنا هذه الليلة بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وهذه الزيارة تعكس الطابع البحريني الأصيل والتواد والتراحم والتواصل في هذا الشهر، شهر الخير وشهر الرحمة. وعودونا حكامنا الله يحفظهم على التواصل والتراحم والتواد ما بيننا. اللي يدور في الحوارات هي الالتزام ان البيت البحريني متين، واحنا لازم نحافظ على عاداتنا وتقاليدنا، وهذه المجالس تعتبر مدارس، ليس فقط ما هي مجالس رمضانية، هي للتواصل وهي للمعرفة وهي لتبادل الآراء. ودائما يأكد على أن هالبحرين دائما مترابطين. طبعا زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إلى المجالس الرمضانية، وإحنا تعودنا من سنويا زيارة مجلس عائلة آل كازروني هنا في منطقة سار، وطبعا هذه الزيارات لها الأثر الكبير نحن علينا كمواطنين، يبين لنا قوة التلاحم وبين القيادة وبين الشعب. وهذه سنة حميدة من ولي العهد ان هذه عادته السنويه، وليس في هذا المجلس فقط بل مجالس البحرين وكل مناطق البحرين، ونحن نعتز بهذه الزيارات والالتقاء بالقياده مثل الامير سلمان على اساس احوى يسمع ماذا يقول الشعب ونسمع منه ما هي رؤيه البحرين ايضا. هذا واكد سمو ولي العهد خلال زياراته الميمونه على العديد من النقاط، حيث اكد سموه على أن ما يعمل عليه حاليا من مبادرات تسهم بتحقيق أولويات متطلبات التنمية التي حددتها أهداف الملتقى الحكومي، كما أكد أن المشاريع الاستراتيجية الكبرى أوجدت للبحرين قاعدة متينة من المشاريع تفوق 32 مليار دولار وتدفع بنمو القطاع غير النفطي، وأن مملكة البحرين تسير قدما في برامج التنمية والتطوير لصالح المواطن، كما يؤكد عليه دوما جلالة الملك المفدى أيده الله. الحقيقة زيارة صاحب السمو الملكي الشيخ سلمان تعكس أبعاد كثيرة وتعطي انطباعات كثيرة، والحقيقة الكلام اليوم تبادل الأفكار والآراء، أوضاع الناس عن قرب مثل ما قال هو يعني يالس يكمل مشوار الآباء والأجداد اللي كانوا دائما في ميالس الناس والناس في ميالسهم. ليلة فاضلة عندنا ونعتز بها بقدوم صاحب السمو الشيخ صاحب السمو الشيخ سلمان ولي العهد العزيز الذي عشنا مع آبائه وأجداده على نفس ما كنا عليه، وهذه حقيقة يعني هذه الليلة متميزة بلقائنا وياه تشريفه إلى منزلنا. فحقيقة بالنسبة في كل عام يأتي ونجلس في هذه الجلسة الودية التي حقيقة تبقى في بالنا وفي أفكارنا. صراحة تطرق إلى أمور كثيرة تخص الوضع البحريني الاقتصادي، وإحنا لنا شرف كبير، وصراحة يعني احنا نستعد لزيارة ولي العهد هذه في رمضان، وهي عاد ان شاء الله ما تنقطع، ونتأمل البحرين تكون احسن واحسن في ظروف اقتصادية اكبر، وكذلك نتطلع الى تعاون القطاع الخاص مع الحكومة في امور كثيرة، وخاصة ان الان البحرين ولله الحمد تنظر الى تنويع مصادر الدخل. زيارات ما هي إلا صورة حية تجسد عمق ارتباط أهل البحرين بعاداتهم وتقاليدهم المتوارثة جيلا بعد جيل، والذي يمثل التواصل ركنا أساسيا فيه.